انا عندي اولاد اثنين تفضلي واحد الله يفقد نظر عينيك ويفقد كل شيء شد معك بجاهل حبيب محمد. قال نحن ما مطالب الا باعدامه وكل شيء ظلم نحن مطالب باعدامه. تعرفنا عليه من قانون قيصر، صورة مضروب برقبته ومضروب بتمه، وين صارت هاي؟ وين بأي تاريخ بأي عالم هاي صارت؟ هشام ابن علي البكور رايح على لبنان بده يشتغل واعتقلوه على حاجة لقطيفة وما له علاقة بشي خالص، رايح يشتغل الزلمة معه عدة عمارة ورايح نزلوه من الباص وما بنعرف عنه شيء. وأنا عندي أولاد اثنين ما هي طالعين بالباص مع بعضهم البعض، نزلوا واحد أخذوه والثاني تركوه وما في عليه شيء خالص، رايحين يشتغلوا ويتسببوا. ما كان يجينا أخبار شيء عنه خالص، ولا بنعرف عنه شيء خالص، ولا بنعرف لا زيارات ولا غير زيارات، ما بنعرف إلا هو مسجون وبس. هلا عن طريق قانون قيصر قالوا لنا إنه ميت، وعلى الصورة شفناه، إيش هالعدالة هاي؟ إينا عدالة هاي؟ ترضوا أولادكم هيك يصير فيكم؟